هل يمكن لنا اليوم أن نربي أبناءنا في ظل الانفتاح التكنولوجي والعولمة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة فكر في. تعتبر ظاهرة العولمة من أكثر الظواهر إثارة للجدل والنقاش خلال هذه الحقبة، لما لها من جوانب وآثار إيجابية وسلبية على جميع المستويات، سواء على مستوى الدوائر العلمية الأكاديمية أو على مستوى المحافل العلمية التربوية، كما أنها تؤثر على الأنظمة الداخلية أو الخارجية للمجتمع. وعموما لم يعد موضوع العولمة الشغل الشاغل لمراكز البحوث والمؤسسات الكبرى والجامعات، بل تعداه ليكون الموضوع الأساس الذي تزخر به الصحف والمجلات والدوريات ووسائل الإعلام الأخرى، لا بل حتى أصبح العنوان الرئيسي لأهم وأكبر المؤتمرات والندوات العلمية التي عقدت ولا تزال، والتي تحاول أن تخترق عوامل هذه الظاهرة التي لمع نجمها في سماء القرن 21. إن العولمة منظومة متكاملة يرتبط فيها الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي، والجانبان معاً يتكاملان مع الجانب الاجتماعي والثقافي، ولا يكاد يستقل جانب بذاته. وعلى هذا الأساس نقول أن العولمة الثقافية ظاهرة مدعومة دعما محكما وكاملا بالنفوذ السياسي والاقتصادي. إن ظاهرة العولمة صارت تدخلا تمارسه الأطراف الأقوى في الساحة الدولية على المجتمعات النامية، وتفرض عليها نظاما عالميا جديدا للثقافة وللتبادل الثقافي، وهو نظام قادر على النفاذ لمنظومات القيم والمبادئ والتراث الثقافي في هذه المجتمعات. ولأنه يملك قدرة النفاذ الصادم، فإنه قد يثير اهتزازات صاعقة في الشكل والمضمون، وهو ما قد يضعف فرصة التفاعل. وفي هذا الإطار تكمن المشكلة الحقيقية التي يواجهها المتعلم، والتي تتمثل في انتشار بعض الأفكار والمظاهر القادمة والمستوحاة من الخارج، والتي تحمل في ظاهرها معان تختلف عنها في باطنها، لكنها تنتشر في المجتمع بسبب عدم التفكير العميق فيما تتضمنه. وبالفعل لقد بدأت آثار الانبهار بالحضارة الغربية تظهر على مجتمعنا، وخاصة الشباب والأطفال، من خلال طغيان الجانب المادي على الجوانب الأخلاقية. الاهتمام بالطفولة في عصرنا الحاضر يعتبر من مقاييس تطور المجتمعات وتقدمها، لأن أطفال اليوم هم شباب وبنات الغد، وعليهم تعقد الآمال في بناء المجتمع، وتتطلب تربية الطفل وتنشئته فهما عميقا لكثير من الحقائق التي تتعلق بطبيعة المرحلة التي يعيشها في كافة الجوانب الحياتية. وبالتالي فالتنشئة الاجتماعية تعتبر من أهم العمليات في حياة الفرد وتكوين شخصيته، لأنها عملية تفاعل اجتماعي يتعدل فيها سلوك الفرد بما يتفق مع مجتمعه. وبذلك تسهم التنشئة الاجتماعية إسهاماً فعالاً في بناء الفرد وتشكيل الأسرة وتكوين المجتمع وبناء الحضارات. وقد تصادف المجتمعات والجماعات الإنسانية عادةً بعض المشكلات في تحقيق التنشئة الاجتماعية لأجيالها، لكن مشكلات التنشئة الاجتماعية في هذا العصر في ظل العولمة والتكنولوجيا الطاغية بدت أكثر صعوبة وأشد تعقيداً، ولذا فقد برزت الحاجة إلى دراسة المشكلات التربوية والاجتماعية في محاولة لبناء الخطط الإصلاحية على أسس معرفية صحيحة للواقع المعيش والمستقبل المأمول. وتنبع أهمية هذه الدراسة في موضوعها الذي لا يكاد ينفك عن كثير من المشكلات الاجتماعية والثقافية التي يعيشها أي مجتمع، خاصة وقد أصبحت المؤسسات الإعلامية تنازع المؤسسات التقليدية للتنشئة وتؤثر في غرس القيم وتنمية الاتجاهات. الأبناء هم مستقبل كل أمة،
بأبنائنا ننال الآمال وبأكتافهم تنهض الأوطان وتتطور. إن تربية الأبناء اليوم في ظل هبوب رياح الغرب والشرق والانفتاح العشوائي على ثقافات العالم في اقتلاع الثوابت الأصيلة والتشويش على هويتهم وقطع الصلة بين الأبناء وتراث أمتهم وتاريخها العريق، صعب على الأسرة اليوم القيام بمناعة تحمي أبنائها من آفات العولمة في زمن طغت فيه أخلاقيات وسلوكيات متناقضة لشعوب العالم وتركت فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء بسبب الإدمان على مختلف وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي التي بدورها أبعدت المشاعر والأحاسيس المرهفة والدفء الأسري جراء البقاء أمامها لساعات طويلة. تربى الطابع المادي على فكر الأبناء وتدنى المستوى الأخلاقي والعلمي والتفاعل مع الغزو الفكري من خلال ما يعرض على مختلف قنوات وسائل الإعلام المختلفة. العولمة مزيج من الإيجابيات والسلبيات ونظرتها تختلف وفقا لطبيعة الناظر والمنظور، فهي تجمع بين الانفجار المعرفي المذهل في ظل تكنولوجيات العصر والتغيير والتطور وسرعة الاتصال وولادة التحديات والمشكلات غير التقليدية التي تضعنا في مشهد غريب، وهو انهيار القيم والأخلاق والعنف والصراعات المتشددة والمفاهيم الفاسدة. فاليوم لا يمكن لنا أن نتحكم في إغراءات الانفتاح، فكيف لنا غدا أن نتحكم في انفتاح أكثر تأثيرا وسلبيا؟ قد يتعب القلب من تربية الأبناء وتعاني النفس من تمردهم مما يسبب الهم والغم للوالدين. قال ابن القيم: إن من الذنوب ما لا يكفره إلا الهم بالأولاد. اللهم اصلح لنا في ذريتنا، فاحترس أن تستغرق كثيرا في الوسائل التربوية الحديثة وتغفل عن الوسيلة العظمى وهي كثرة الدعاء لهم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك في تربية أولادنا. اللهم كما ربيت موسى في دار الكفر ومحمدا في دار الشرك، رب أولادنا واجعلهم ذخرا للإسلام. شكرا لكم على المتابعة، نراكم في فيديو ثاني إن شاء الله.